نهال عنبر، ليه اخترت الفريق السيسي؟ عشان قوي. هقول لك حاجة، كل مرحلة وليها وقتها. احنا في مرحلة صعبة، اوعي تفتكري ان اللي حصل ده اخر المطاف. لا، انت عندك بلان بي بيتعمل، خطط اخرى بتتعمل على مصر، خطط جامده بتتعمل على مصر من بره ومن جوه. وما كانش في قيادي قوي، ذو شخصيه قويه، دهاء سياسي، عارف او دارس المخططات الخارجيه كويس وعارف يرد عليها ازاي بحيث ما يعرضش بلاده للخطر، عارف يحمي امن بلده من جوه. هو الانسان الوحيد اللي ينفع في الفترة دي يقود مصر في المرحلة الصعبة اللي احنا بنمر بيها. احنا ما خلصناش لسه، احنا لسه قدامنا حاجات كتير، ولسه قدامنا حروب كتير في اقتصادنا وفي شعبنا وفي شبابنا، كل ده لسه. فلازم حد يتصدى بقوة. هو انسان صارم وحنين، انسان بيحب البلد بجد وبيحب شعبها بجد. سيادة الفريق، اوعى تتردد، شعب مصر محتاج لك، ومصر كلها محتاجة لك، ومصر ربنا حفظها في القرآن وذاكرها وحفظها، بس بقيادي انه يصون البلد دي ويحافظ عليها. انت احنا محتاجين لك ومحتاجينك تحافظ علينا ونكمل مشوارنا سوا. الشعب وراك بيدعمك، وهنستحمل كل الظروف اللي هتمر بينا الفترة اللي جاية، هنستحملها كويس قوي عشان احنا عارفين مصر بتمر بإيه، واحنا وراك وعندنا ثقة فيك، وما هيبقاش فيه ثقة في حد قد ما ثقة فيك انت. أرجوك يا سيادة الفريق، راجع نفسك لو انت متردد وانزل، كلنا محتاجين لك. أنا عايزة حضرتك توجهي كلمة أخيرة لكل أم شهيد وزوجة شهيد. أقول لهم إن هم إذا كانوا راحوا عند ربنا، ما طبعا راحوا في مكان كبير، مكان عظيم، أحسن من هنا بكتير، بس المرة دي استشهادهم بتمن، والتمن مصر. فمعلش أنا بقول لكم ربنا يصبر قلبكم ويقويكم على فقدانهم، لكن يمكن هتبقى جواكم حتة إن ده تمنها حرية مصر. أنا بشكركم وربنا يصبركم. طيب عشان نبرد الدموع الحلوة الوطنية دي، إيه الجديد بتاع حضرتك؟ عندي إن شاء الله مسلسل صاحب السعادة مع النجم عادل إمام، وإخراج رامي إمام، وتأليف أستاذ يوسف معاطي. We'll be right back.